أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، نحن نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. الإعاقة شيء صعب، لكن الأصعب منها الاستسلام للإعاقة، قبول العجز. لكن أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيثبتولنا عكس ذلك، بيثبتولنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر. المعاق الحقيقي هو الذي يفقد الفرد القدرة على التطوير. المعاق الحقيقي معاق أخلاق، معاق فكر، معاق ضمير. أصدقائنا من ذوي الإرادة قوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا كل صعب، بيتحدوا الإعاقة.